The Assembly will hear an address by His Excellency Abdel Fattah al Abdel Rahman Al-Burhan, President of the Transitional Sovereign Council of the Republic of the Sudan. I request protocol to escort His Excellency. On behalf of the General Assembly, I have the honour to welcome His Excellency Abdel Fattah Al-Burhan, Abdel Rahman Al-Burhan.

سيدات السادة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يطيب لي أن أتقدم إليكم السيد جابا بالتهنئة الصادقة على انتخابكم رئيسا للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها السابعة والسبعين متمنين لكم التوفيق والسداد كما نعرب عن تقديرنا للجهود التي بذلها سلفكم سعادة الوزير عبد الله شاهد رئيس الجمعية العامة في دورتها الماضية. سيد الرئيس نحن نقدر عاليا شعار الجمعية العامة لهذه الدورة. نسمن مضامينه ندعو لمزيد من التضامن الدولي والعمل المشترك متعدد الأطراف. وتفعيل آليات التعاون لإيجاد حلول مستدامة للتحديات العالمية وتقليل آثارها السالبة على الشعوب خاصة في الدول الخارية من نزاعات وأقل البلدان نمواً سادة والسيدات يزعدني أن أشاطركم بالتطورات السياسية في السودان والتزامنا بالعمل على تحقيق السلام وتعزيز آليات الانتقال السلمي وصولاً لتحول ديمقراطي كامل عبر انتخابات عادلة ونزيهة وشفافة بنهاية الفترة الانتقالية، استشرافاً لحكم مدني يمثل كافة السودانيين. في إطار ذلك، ولاتاحة الفرصة كاملة للحوار والتشاور، قررنا في بيان للقوات المسلحة انسحاب المؤسسه العسكريه من الحوار وعدم المشاركه في السلطه لافساح المجال امام القوى السياسيه والثوريه المؤمنه بالتحول الديمقراطي والمؤمنه باهداف ثوره الشعب العظيمه في ديسمبر لتشكل حكومه بقياده مدنيه من الكفاءات الوطنيه يشارك فيها الجميع عدا حزب المؤتمر الوطني لاكمال مطلوبات الفتره الانتقاليه وهنا نجدد التزامنا بالتعاون مع بعثه الامم المتحده المتكامله لدعم المرحله الانتقاليه في السودان وفقا لمبادئ ميثاق الامم المتحده وولايتها المنصوص عليها في قرار تشكيلها ومصفوفه مطلوبات دعم الانتقال التي سلمها السودان للامم المتحده كما نجدد التاكيد على مواصله التعاون مع قوه الامم المتحده الامنيه المؤقته في ابيي اصحاب الفخامه والمعالي نؤكد اننا ننظر بايجابيه المبادرات العديده التي تعمل على تحقيق الوفاق الوطني في السودان خاصه المبادرات الوطنيه والتي تجري بشانها حوارات كثيفه تشارك فيها مختلف القوى المدنية من أحزاب سياسية وقوى شبابية وثورية ومنظمات مجتمع مدني والجماعات الموقعة على اتفاق سلام جوبا آملين أن تثمر على توافق عريض يسهل عملية الانتقال الديمقراطي ويفضي في النهاية إلى إجراء انتخابات نزيهه وشفافه. سيد الرئيس من اجل تحقيق الوفاق الوطني قدمنا كافه اشكال الدعم للاليه الثلاثيه التي تقودها بعثه يونيتامز والاتحاد الافريقي والهيئه القوميه للتنميه ايجاد رغم ذلك رغم ذلك الدعم استغرقت هذه الاليه واستنزفت وقتا ثمينا دون ان تحقق المطلوب منها. الامر الذي عقد مسارات حوارات التوافق الوطني حضور الكريم ان جهودنا بعد ثوره ديسمبر المجيده قد اثمرت ايضا عن توقيع اتفاقيه جبال السلام والتي خفضت وقلصت النزاع في دارفور وحققت الامن والاستقرار في الاقليم ومن هنا نناشد الاخوه عبد العزيز الحلو وعبد الواحد محمد نور للانضمام لركب السلام والعمل مع الجميع لبناء سودان المستقبل ايضا يشهد اقليم دارفور بعض تحقيق السلام والمصالحات المجتمعيه ازدياد معدلات العوده الطوعيه للنازحين الى مناطقهم وفي اطار حمايه المدنيين في اقليم دارفور تكونت المجموعه الاولى من القوات المشتركه لتباشر عملها في حمايه المدنيين وهنا نناشد المجتمع الدولي للعون والمساعده في دفع جهود استحقاقات السلام بموجب اتفاق سلام جبهه. حضور الكريم رغم التحديات الوطنيه المعروفه التي تعمل بلادنا على تجاوزها ظل السودان يلعب دورا ايجابيا بناء وداعما للسلام والاستقرار والتنميه في الاقليم من خلال دوره الفعال في تنفيذ اتفاقية السلام المنشطة في جنوب السودان وكذلك التعاون على الأشقاء في جمهورية الصومال ولعب السودان دوراً بالتنسيق مع الاتحاد الأفريقي للتوصل إلى اتفاقية السلام في جمهورية أفريقيا الوسطى الشقيقة كما شارك السودان بفعالية في الاجتماعات المعنية بتعزيز السلام والامن والتعاون في جمهوريه الكنغو الديمقراطيه كما قاد السودان جهود تعزيز التنميه والتعاون بين الدول الافريقيه في القرن الافريقي وشرق افريقيا من خلال رئاسته لقمه الايجاد ويواصل السودان العمل المشترك مع الجاره الشقيقه تشاد لضبط الحدود ويحرص ويحرص السودان على التنسيق والمتابعة بين الأطراف المعنية بشأن استدباب الأمن في الجارة الشقيقة ليبيا أيضاً يبذل السودان جهداً كبيراً في مجال مكافحة الإرهاب والإتجار بالبشر والجريمة العابرة للحدود والجريمة المنظمة وظل السودان يتعاون مع كافة الدول والمنظمات المعنية في هذا الصدد كما ظل السودان يدعم باستمرار الشعوب لنيل حقوقها المشروعه التي تكفلها لها القوانين الدوليه. سيد الرئيس حضور الكريم يبذل السودان جهودا حسيسه ومستمره لتحقيق اهداف التنميه المستدامه لايمانه العميق بالمرامي التي تضمنتها الوثيقه الختاميه لاجنده التنميه المستدامه للعام 2030 وفي هذا الصدد اعتمدت حكومه الفتره الانتقاليه الورقه الاستراتيجيه للحد من الفقر للعوام 21 23 وفي شهر يوليو من العام الماضي قدم السودان تقريره الطوعي للمره الثانيه، وبالطبع تتطلب هذه الجهود وقوف الاشقاء والاصدقاء وشركاء التنميه الدوليين مع السودان، ونؤكد من جديد التزامنا التام بتنفيذ خطه عام 2030 وخطة عمل أديز أبابا للتمويل من أجل تعافي أكثر مرونة واستدامة سيدات والسادة تقف الديون الخارجية حجر عسرة أمام بلادي وتحد من جهودها في مواصلة تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية عبر تنفيذ أهداف التنمية المستدامة وكما تعلمون وان السودان كان قد تاهل للاستفاده من مبادره الدول الفقيره المثقله بالديون. وعليه فاننا نناشد المجتمع الدولي والدول الشقيقه والصديقه الوفاء بالتزاماتها وتعهداتها التي التزمت بها في اجتماعي باريس 2020 وبرلين 2021 علما ان السودان اكمل كافه التشريعات المطلوبة للاستفادة من للاستفادة من إعفاء الديون. حضور الكريم إن تصاعد أزمة ارتفاع على الغذاء والطاقة يتطلب مزيدا من التعاون الدولي. وفي هذا السياق نؤكد أن السودان مؤهل لتحقيق الأمن الغذائي على المستوى الإقليمي والدولي. وأننا ندعو من هذا المنبر الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة والمنظمات الإقليمية والدول الصديقة والشقيقة للمساهمة في دعم جهود بلادي لتحقيق ذلك عبر نقل التكنولوجيا الزراعية وبناء القدرات ودعم مراكز البحوث الزراعية سادة والسيدات استقبل السودان ملايين اللاجئين من الإخوة الأشقاء من مختلف أرجاء القارة عبر عقود من الزمن ويفتح لهم أبوابه ويتشارك معهم موارده القليلة ويقدم الحماية رغم الظروف الاقتصادية المعلومة ومع تفاقم أثار التغييرات المناخية والتناوب بين موجات الجفاف والفيضانات ونقص المساعدات الإنسانية هنالك واجب جماعي لتقديم المساعدة ينبغي القيام به قيادة وكالات الأمم المتحدة المعنية والدول المانحة والاشقاء والاصدقاء لعون ومساعده المجتمعات التي تستضيف هؤلاء اللاجئين. ان الامر الذي يحتل الاولويه في اهتمامات السودان في مجال نزع السلاح هو موضوع انتشار الاسلحه الصغيره والخفيفه، ويعاني السودان شانه شان العديد من بلدان العالم النامي من هذه الظاهره الخطيره، حيث ارتبط ذلك في غالب الاحيان بابعاد اجتماعيه واقتصاديه مما زاد من انتشاره بين بعض القبائل والمجموعات السكانيه. الامر الذي يجعل مهمه نزع هذه الاسلحه والسيطره عليها عملا غايه في الصعوبه. والسودان يدرك اكثر من غيره مدى خطوره هذه الظاهره وضروره استئصالها عبر تعاون اقليمي ودولي. جمع الكريم اؤكد ان السودان يتعاطى مع موضوع اصلاح مجلس الامن في اطار الموقف الافريقي الموحد وينبني موقف السودان من عمليه التفاوض الحكومي غير الرسمي حول الاصلاح على ضروره التاكيد على اهميه ومركزيه موضوع اصلاح مجلس الامن وضروره ان يكون الاصلاح شاملا بحيث يخاطب كذلك اجراءات وطرائق ومناهج عمل مجلس الامن على نحو يعالج سلبيات الممارسه والتجربه الراهنه للمجلس التي برزت في الصياغه الاحاديه وهيمنت حمله الاقلام على الدول المدرجه في اجنده مجلس الامن سيد الرئيس ختاما ارجو ان اتقدم بالشكر والتقدير لكافه الدول الشقيقه والصديقه التي ظلت عونا وسندا لبلادي في أصعب الظروف وندعو الأمم المتحدة والمجتمع الدولي والأصدقاء والأشقاء لمزيد من التضامن مع بلادنا في هذه المرحلة. شكراً سيد الرئيس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. On behalf of the assembly.